اذا هون هلا بنقدر نعالج هدول الاشياء. رح ندخل كيرف جديد وراح ندخل in order to overcome or in order to eliminate the steady state. يا رب ايش بنجيب ايش بندخل؟ we add an item and I to be controller. اذا الايتر راح يلغي steady state error. اذا I contains an integrator. Integrator eliminates the steady state error. وبعدين in order to reduce the over shoot ايش بنضيف؟ نضيف we add a d term derivative term. فعندي هون 3 term PID controller أحد الأشكال تبعتها. يكون عندي هون P أو KP. بعدين عندنا هون plus plus plus. ناخذ هون نضيف. هاي سميناها TD. وهون عندنا يا نسميها S. او عادة في المات لا ما راح يبين معي بس ما فيش اس لحالها زي هيك راح تكون دي يو على دي تي. هذا الدي هذا البي والبي مشترك بالحاله هاي. وبعدين استعمل واحد على تي اي وتي اي هون هذا عندي الاي تيرم. هون راح ناخذ انتجريتر فهذا صار هو الفي اي دي كنترولر. هون انا راح يدخل عندي الايرور اوف تي وهذا الاوتبوت تبع الكنترولر. فهذا عباره عن نوع من انواع الفي اي دي كنترولر. طبعا الامبلمنتيشن تبعه بالمات لاب زي ما شفتوا مختلف شوي. هلا راح احط الشكل تبع الامبلمنتيشن تبعه بالمات لاب وهدول راح نحط عليهم هذا طبعا فيريبل هذا فيريبل وهذا. فلما بدي اغير الاي تيرم بغير هذا بدي اغير الدي تيرم بغير هذا. لاحظوا هون واحد على تي اي فحتى ما يكون في عندي اثر للتي قديش بحط تي دي؟ زيرو. اف تي دي يساوي زيرو اذا نو دي تيرم. هلا اف تي اي يساوي انفينيتي نو اي تيرم. هلا الشغله الاخيره راح نحكي عنها اذا زدنا بي كثير ايش ممكن الخطر انه يصير؟ ممكن يصير سيستم انستيبل. اذا اف بي از انكريست بيوند بيوند يعني بعد او اكثر من اي كريتيكال فاليو ذا سيستم كود بيكم unstable. وايش عرفنا unstable system؟ شو يعني unstable؟ out of control. الاوتبوت ممكن بصير out of control increases continuously. اذا هون the output تمام. اذا هذا هون البي اي دي كنترولر. رح نحكي عن البي اي دي كنترولر بالماتلاب.